بالنسبة لحضور الوزراء أو المسؤولين الاجتماعات اللجان، الحكومة تحرص على أن الوزير يمثل في اللجنة. في حالة تعذر الوزير، وكيل الوزارة هو اللي هو الرجل الثاني في الوزارة ينيب عنه. بس المشكلة اللي هو الوقت، دائما توصلنا الدعوة قبل 24 ساعة من الاجتماع، أو توصل اجتماع تطلبون اجتماع يوم الاثنين اللي هو يوم انعقاد مجلس الوزراء. فيا ريت يكون هناك تنسيق بالمواعيد عشان نحرص على الحضور. شكرا أخي الرئيس.